مهارتهم في هذا الأمر. بحكم أنه روبيكا أيضا متخصصة في نعم هذا المجال، هي متخصصة يعني في الغذاء الرياضي والغذاء الصحي، والكل يعني يمكن اللي بيتابعها بيعرفها، لكن كانت جدا محاضرة جدا توعوية استفادوا منها. لأنه أبونا الذكاء الاصطناعي أنت اللي بتعطيه الأوامر، أنت اللي بتوجهه لخدمتك، مش هو تصير أنت بخدمته، لا أنت تكون بخدمة، هو يكون بخدمتك هو أنت. بخوف. فأنت بتعطيه المعلومات، بتعطيه البيانات، لأنه ما بيقدر يعني يساعدك إذا ما كان في عنده مخزون. يعني أنت مثل ما تفضلت، مثل أنت تفضلت لما قلت إنه مثلا هلا في تطبيقات ببين لك مثلا كل أنت بموجود جبل عمان، ايش في بمنطقة جبل عمان من مطاعم، ايش في اقرب صيدلية، ايش في اقرب كازية، ايش في اقرب مستوصف، ايش المستشفى القريب مني. هاي كلها معلومات عن طريق الذكاء الاصطناعي كمان، هذا انه يحصر البيانات. بس اذا ما كانت البيانات موجودة اوريدي مسجل في هذه التطبيقات، ما بقدر يساعدك. زي سيري هاي. سيري. فهي هاي هي الفكرة أبونا، من إنه مثلا نستخدم الذكاء الاصطناعي في إنه نحن كمان نجمع معلومات. مثلا بدنا بناء كنيسة في منطقة ما، أوكي، قدي في عدد مسيحية في هذه المنطقة، هل هذه المنطقة طاردة للعائلات أم جاذب العائلات جديدة؟ لما بنوا مثلا كنيسة مرج الحمام، بنوها قبل 10 سنين 15 سنة تقريبا، درسوا يعني الكل يتساءل انه هاي لمين بدها تخدم. الابونا يعني بحكمته الله يطول بعمره ابونا حنا كلداني كان يقول انه مرج الحمام سوف تكون بيئه جاذبه لحديثي الزواج. ليش؟ لانه فيها مساحه تستقبل ناس، يعني فيها لسه اماكن فاضيه، وفي بناء رح يصير، ورح تكون الأسعار مقبولة للشباب إنهم يستأجروا شقق، إنهم يعيشوا فيها كذا وهيك. وبالفعل هذا اللي صار أبونا. فالذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الإنسان باتخاذ قرار. الشخص بده ياخذ قرار، إن كان بعملية بناء، بعملية بناء مدرسة، بده معلومات، بده يدرس الوضع، قدي 5 سنين قدي لقدام رح يكون في عندي عدد طلاب. بالزبط. مش اعمل الشغله وابني هالمبنى واستثمر فيه مبالغ، الله يكون مثلا متبرعين او شيء وهيك، وبعدين الكنيسه ما يكونش فيها 2 3 اشخاص. ابني على الصخر ولا ابني على التراب؟ بالفعل يا ابونا. فعشان هيك كثير مهم استخدام البينات والبيانات والمعلومات. فهذه هي يعني واحدة من الاستفادات من الذكاء الاصطناعي. كباقي المجالات العلمية، الكنيسة منذ بداية الثورة التكنولوجية استفادت من كل شيء، ولكن ضمن أخلاقيات الكنيسة وضمن معطيات التعليمات الأخلاقية من الكنيسة، وخصوصا كنيستنا الكنيسة الكاثوليكية. وفي العديد من المرات شفنا قداسة البابا بحمل الآيباد بالقداس وبطول الصلوات من الآيباد. وفيما بعد شفنا كيف برنامج صباحكم نور، صرت حضرتك دائما تطلع كل الجسم من يعني في استغلال إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، لوسائل التكنولوجيا، لوسائل الذكاء الاصطناعي. هاي قمة الثورة التكنولوجية اللي توصلت فيها الذكاء اللي له عدة مجالات. بس لما بيحكوا ذكاء اصطناعي أكثر إشي بيركزوا على الروبوتات، على التطبيقات الذكية اللي حكيتي حضرتك عنهم لما كنت بتحكي عن موضوع الأخويات. إنه كيف لما بفوت على جوجل اليوم بشوف المطاعم القريبة، جعبالي أكل وجبة معينة، فبيدلني على المطاعم الموجودة به. قديش الكنيسة بتقدر تعمل قاعدة بيانات بتكون مسيفة فيهم، هي مثلا بدي من فئة عمرية من 50 ل 80 سنة، اعطوني شو الداتا. هلا مثلا احد الشعانين، انا دائما بركز الاسبوع العظيم المقدس وعيد الميلاد اكثر المناسبات الكنائس بتتعبى، فممكن بهاي تنعطوا الاستبيانات عشان يعبوا البيانات اللي نستخدمهم طوال السنة لما نشوف فيه الاهتمامات لهم. كل الذكاء الاصطناعي هلا المعلومات
الكلمات، وهي الاساليب اللي هي في افلام القصيره تسجيل الصوت زي ما عملنا نحن بالفيديو اليوم، انه كلياته يصير سهل عليهم، ما يقولوا انه بدنا متخصصين او فعلا نجحوا انه نعم. روبوت يكون مترجم واقف بالمؤتمر نعم. واقف بجنبهم بالمؤتمر نعم. بيترجم، احسن ما يجيبوا عامل البشري ويصير يخطئ او لا وما يفهم، يعني احيانا في اخطاء البشريه اكثر من الذكاء الاصطناعي. مثلا عندك الشبيبات اللي عندهم البراعم، في كتير هلا الايامات هلا البراعم كلياتها بتعرف بالتكنولوجيا اكثر من الكبار، اكيد اذا انت استعملت الاساليب البسيطه البدائيه او اللي كانت قبل 10 سنين بتطفشهم، ما بيستجيب، لكن لما بتجيب لهم اشياء تقنيات جديده الذكاء الاصطناعي بيساعد هدول الشبيبات انهم يعملوا برامج كتير جاذبه لهدول الاطفال عشان يفهمهم عن السيد المسيح، قصص عن السيد المسيح، ويكون في اساليب كمان توعويه عن باللغه اللي بفهموها. يعني دائما بنقول احنا بالترجمات بدنا لغه افهمها، الاطفال كمان عندهم بدهم لغه يفهموها بوسائل التوضيح، المعلومات ايضا في حصص النشاط بيستعملوا الذكاء الاصطناعي يجيبوا اساليب جديده، يجيبوا وسائل تعليميه جديده ابونا حسب ال يعني لما تفضلتي حضرتك قداسه البابا، لما شو معنى انه يجيب ناس من غزه وناس من اسرائيل نعم. يحطهم عنده بالفاتيكان هذيك اليوم نعم. طب هاي بتمدد للذكاء الاجتماعي تيكون في تلاقح ثقافات نعم. التقاء بالثقافات من خلال الذكاء الاصطناعي، يقدروا اليوم الإسرائيليين في كثير منهم من الشعب الإسرائيلي متعاطف مع القضية الفلسطينية وضد تصرفها، أقول لك نسبة عالية تفوق 50% هي ضد سياسات حكومتهم، ضد سياسات نتنياهو نعم. وإحنا عارفين أنه رح يسقط حكومة نتنياهو في الأي بعد ما تنتهي الحرب، بس هو متمسك بالحرب مشان يطول عمره، فكيف بنقدر نقرب زي ما بعمل البابا رح يتطبق أنا بتوقع نعم. هيك، لأن إحنا حكينا عن طريق السلام، كيف عن طريق السلام وليش البابا بده يستخدم الذكاء الاجتماعي، فكلها هاي عم بيمهد لها أنا عم نظر الشخصية. نعم الذكاء الاصطناعي أبونا لأنه حكى برسالة البابا وعم بيستبق الأحداث، بقول لك من دون حوار، اللي بدهوش حوار ما في، إذن ما بده سلام.